ما تقبل بهذا الرأي. ها هي بعد احنا مصرين السنين من الشهر الاحزاب قاعد طبعا نساء واطفالا واطفالا يوميا يموتون من هذا الاحزاب. امام انت حاجه خدت الساحل ثوار مشوار ثوار خلصنا من الاحزاب والميليشيات مثل ما خلصتونا من داعش وخلصتونا من الميليشيات والاحزاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا في هذه الحلقة إن شاء الله. قبل الدخول في الموضوع مشاهدينا الكرام، ننوه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. مشاهدينا الكرام، وزارة التخطيط الحالية في حكومات ما بعد الاحتلال، الحكومة الأخيرة حكومة مصطفى الكاظمي، أعلنت أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت من 20% عام 2019 إلى 31.7% بعد انتشار فيروس كورونا في عام 2020. المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي أكد أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر في العراق بلغ أكثر من 11,400,000 شخص، أي بزيادة 4 ملايين شخص عن الدراسة السابقة التي أجرتها الوزارة، يعني في سنة واحدة، في سنة واحدة فقط زادت 4 ملايين نسمة. أشار الهنداوي إلى أن انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا وإجراءات حظر التجول أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، لا سيما في القطاع الخاص. واللجنة المالية البرلمانية أكدت أن تفشي فيروس كورونا رفع نسبة الفقر في العراق إلى ما يزيد عن 50%. هذه اللجنة المالية النيابية. طيب، احنا بلد نفطي، بلد فيه ثروات زراعية، فيه ثروة حيوانية، فيه خيرات موجودة تحت الأرض من معادن مختلفة، وطبعا على رأسها النفط، وفيه مصانع، وفيه بيئة خصبة للتصنيع للإنتاج. لماذا الآن نحن تحت خط الفقر بهذه النسبة؟ نصف الشعب الآن العراقي تحت خط الفقر، وهو يعيش في بلد فيه مليارات. مجموع الموازنات التي أعلنت، التي أعلنتها الحكومة منذ عام 2003 ولغاية 2019، قدرت بنحو أكثر من تريليون دولار أمريكي. طبعا هذا وفق الأرقام المعلنة، أي دخل إلى خزينة الدولة العراقية أكثر من تريليون دولار أمريكي. أين هذه الأموال؟ لماذا نرى الآن الشعب العراقي تحت خط الفقر بنسبة تجاوزت 50%؟ لماذا لم يتم استثمار الأموال في إنعاش الاقتصاد العراقي، في نهضة هذا البلد بشكل عام؟ ألم تكن هذه من الوعود التي أعطتها حكومات ما بعد الاحتلال للعراقيين؟ طيب، ماذا عن شعار أو مصطلح أو جملة لا دولة مثلكم؟ من أي ناحية لا دولة مثلكم؟ عندما نقارن العراق بالدول المحيطة بنا، نرى الدول المحيطة لديها كهرباء، فيها ماء صالح للشرب، فيها خدمات صحية، وفيها نظام يحكمها ويحكم بين الظالم والمظلوم. ما الذي يوجد في العراق؟ ما الذي قدمته حكومات ما بعد الاحتلال للعراقيين؟ أموال الشعب أين هي؟ أين المال العام الذي كان من المفترض أن ينفق على القطاعات الخدمية أولا، وإنعاش الاقتصاد العراقي وازدهار الحياة بالنسبة للمواطن؟ لماذا لم نرها حتى هذه اللحظة؟ طبعا المصادر في محافظة نينوى تقول بأن نسبة الفقر في المحافظة تجاوزت 40%. المحافظات المنكوبة جراء العمليات العسكرية،
طبعا الأمر معروف للجميع، وصلت نسبة الدمار في بعضها إلى أكثر من 90%، وطبعا دمرت الشركات، دمرت البنى التحتية الموجودة في المدينة، وعطلت كثير من أعمال المواطنين، وبالطبع رفعت نسبة الفقر. المحافظات الجنوبية تعاني من الفقر والبطالة بنسب كبيرة جدا، وانعدام تام لفرص العمل في الوقت الذي نرى فيه عمالة أجنبية بعشرات الآلاف يدخلون إلى الشركات النفطية الموجودة في جنوب العراق ويحصلون على فرص في العمل في بلد ليس ببلدهم، وأبناء الشعب أبناء البلد يجلسون على الرصيف وهم أصحاب شهادات بلا تعيين. يعني هذا قمة الظلم حقيقة، قمة الظلم أن نرى المواطن العراقي الشاب العراقي يعيش في بلد من أغنى بلدان المنطقة وواحد من أغنى بلدان العالم اقتصاديا وفق الثروات التي لديه، ونراه يعيش تحت خط الفقر، نراه محروم من كثير من الأمور، من أبسط مقومات الحياة. هذا ما أوصلت إليه حكومات ما بعد الاحتلال العراقيين. العراقيون يعيشون تحت حكم لصوص، والنتيجة التي نراها الآن هي تراكمات منذ 2003 ولغاية اليوم، بسبب سياسات، بسبب نهج تخريبي، بسبب سياسة السرقة المتعمدة للمال العام وبلا حسيب وبلا رقيب وبلا عقاب. أين القانون من محاسبة وملاحقة هؤلاء؟ اتركونا من كل ما مضى من الحكومات المتعاقبة. جاءت حكومة مصطفى الكاظمي وتوعد بمحاسبة الفاسدين، وين؟ أين محاسبة الفاسدين وهو في المنصب صار له 3 أشهر؟ وين المحاسبة؟ وين الآن لغاية هذه اللحظة لم نرى واحدا من حيتان الفساد، هذا المصطلح اللي طلعته حكومات ما بعد الاحتلال، حيتان الفساد، لم نرى واحدا منهم حتى هذه اللحظة يجرد من الأموال التي سرقها ويحاسب وفق قانون عادل، وفق قضاء أو تحت مظلة قضاء عادل. حتى هذه اللحظة لم نرى هذه الأمور ولم يشهدها أي عراقي. السيدة هيفاء من الموصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بقول لك بوقي مسجون وما عنده كل شيء، مظلوم والله مظلوم. نعم. ايه هو قصر الانباعي انه يبكي ينطون عفو ينطون فراش عن ذال المنظمين، والله ما عنده شيء. نعم. ايه والله يقولون اذا ماتت علي مذكرة واحد يضاج من المذكرة هون، يقولون اذا ما تعترف ان نجيب بنتك عند المنظمين. نعم نعم، هذا شيء الحكومة تعالي ايش يقولوا للعالم. نعم. شهرين وحكم معدام وما عنده اعترافات وبكيدية وحكم معدام. طيب. الله يكون بعونكم يا سيدة هيفاء، والله يفك أسر كل بريء معتقل أو مغيب أو مخطوف على يد الحكومة أو ميليشياتها. أنا أشكرك من الموصل. عبد الخالق من الأنبار، تفضل يا سيد عبد الخالق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك ومشاهدي قناة الرافدين. حياك الله، أهلا وسهلا. بالنسبة للأمريكا مكنت اللصوص والجماعات المسلحة. نعم. على القرار السياسي ونهضوا كل ثروات العراق. نعم. ومن يحكم العراق هم عبارة عن لصوص. نعم. فمكنت الميليشيات والجماعات المسلحة على رقاب المواطن العادي. نعم. لصرف النظر عن سياساتها في المنطقة وفي العالم. نعم. فأمريكا تصرف سنويا 800 مليون دولار لتحسين صورتها الديمقراطية في خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي. وهل نجحت؟ لا ما نجحت، لأن أمريكا معروفة سياساتها. نعم. معروفة سياستها ومعروفة أساليبها في المنطقة. طيب، أمريكا بلد محتل، بلد غزا العراق ودمره وأتى بهؤلاء
ليحكموا. طيب احنا هسه امريكا عرفنا دورها، شنو دور ذول اللي موجودين هسه بالحكم؟ دورهم هم منتدبتهم امريكا، منتدبتهم على 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 شنو؟ على تطبيق شاشتها. نعم. بالنسبه احكي لك بزمن الحكومات السابقه، نعم. البروفيسور عبد الجبار عبد الله وزير التعليم العالي والبحث العلمي. نعم. من اكتشفوا النفط فارادوا انه يدعمون وزارات، وزارات الحكومه بواردات النفط. نعم. فعبد الجبار عبد الله عقدوا مؤتمر واجتماع، فعبد الجبار عبد الله لم يتحدث باي كلمه، هو معروف عنه. بروفيسور بالفيزياء. نعم. من طلع سألوه الصحفيين فقالوا له شو انت ما تحدثت في هذا المؤتمر؟ فقال احنا عندنا رافدين دجلة والفرات. نعم. لو نزرعهم حمضيات على ضفافهم، نزرعهم حمضيات، احنا بعد 10 سنوات اغنى دولة في العالم. نعم. والمصدر الاول الحمضيات. فلا اريد النفط ولا اريد مشاكل النفط. يعني اللجان الحكوميه سيد عبد الخالق تقول انه بس المنافذ الحدوديه تدخل للعراق من 6 مليارات دولار الى 10 مليارات دولار سنويا. يعني هاي الاموال احنا نباوع على دول قريبه من عندنا، دول جاره ميزانياتها السنويه ما تتجاوز 15 مليار دولار وعايشه وفاتحه امورها وامورها ماشيه. لكن احنا عندنا بس المنافذ الحدوديه تجيب لنا ما يعادل 6 الى 10 مليار دولار، تذهب اكثر من 90% منها او 95% منها الى جيوب الميليشيات والفاسدين، هذا غير المصانع المتوقفه وغير الثروه المعدنيه او ثروه المعادن الموجوده في باطن الارض في العراق، وطبعا كما تفضلت الثروه الزراعيه والثروه الحيوانيه وغيرها. كل هذه الامور لم تستغل وظلينا عايشين بلد عايش عاله على الاخرين، معتمدين على الاستيراد بس. ليش اوصلوا العراق الى هذه النقطه؟ يا اخي بالنسبه للعراق هو غنيمه بالنسبه لهم. امريكا وايران وغيرها من الميليشيات المتبتة، ايران وامريكا في المنطقه هي بالنسبه لهم غنيمه. ويعتبرون دولة وكلاء لهم انه شلون مساله الاقطاعيه انه ماكو يجيبوا لهم يجيبوا لهم عن الواردات المنافذ الوزارات النفط المعادن ما ادري كذا اي شيء يفيد الميليشيات ويفيد ايران ويفيد امريكا، هذه ما تنفذه جماعات المسلحه والميليشيات. خارج سلطه القانون. وراح احكي لك بالنسبه لامريكا، تعرف من فجر ميناء بيروت؟ نعم يا عبد الخالق. نعم، تعرف من فجر ميناء بيروت؟ وهذا الشيء متوقع ما يكون بالنسبه لي، انا احكي لك انا محلل استراتيجي، وهذا الشيء متوقع يعني. نعم. انه هذا الحدث راح يحدث في هذه المنطقه، يعني حدث كبير لصرف النظر عن اشياء كثيره حدثت في ليبيا وفي اليمن وفي السودان. طيب. وضحت الفكره. نعم. سيد عبد الخالق انا اشكرك من الانبار. السيد ابو زكريا من كركوك تفضل. ابو زكريا مو موجود. سعد من الكويت تفضل يا سعد. يا هلا بيك استاذ، تحياتي لك وللبرنامج وللقناه ونشكر هاي القناه العزيزه وعامليها يا استاذ. استاذي باسم الدين باغونا المافيات وغسيل الاموال. نعم. باسم الدين باغونا يا استاذي المافيات وغسيل الاموال. وكذلك يا استاذي ايضا احنا من حقنا كافراد نتساءل يعني في المجتمع يا استاذي، وكذلك الديمقراطي، مجتمع ديمقراطي يا استاذي وفق القانون، ومن حقنا السؤال طال عمرك وفق القانون. ولكن يا استاذي هناك كفنا شر الفاسدين والحمقى وهي جزيئات يا استاذي من المجتمعات كما كم. وبعدين يا استاذي بالنسبه لهم يعني عليهم من الله ما يستحقون يا استاذي. ومنهم لله رب العرش الكريم، ومنهم لله رب العالمين،
ومنهم لله رب العرش العظيم يا أستاذي. ولكن أنا السؤال الأخير حبيت أسألك يا أستاذي، كم عدد مليارات العراق يا أستاذي؟ تحيات لك وشكرا. أنا أشكرك يا سيد سعد. إذا نتكلم عن الأرقام الظاهرة، الأرقام المعلنة، فهي أكثر من تريليون دولار أمريكي دخل العراق من 2003 إلى خزينة الدولة، من 2003 إلى 2019. المدارس الطينية بالعراق، المستشفيات يعني مهجورة، نشوفها تسرح فيها الحيوانات، الحيوانات أجلكم الله، حيوانات الشوارع والقوارض والحشرات وغيرها، وأصبحت مكب للنفايات. الكهرباء اللي تقول الحكومة صرفنا عليها 62 مليار دولار ماكو، المصانع متوقفة، الاعتماد بالغذاء على دول أخرى، والأنهار ملوثة، وطبعا دا تشوفون النفوق الأسماك الموجودة بالأنهار. إذا نتكلم من الأرقام المعلنة فقط، الحكومية المعلنة أكثر من تريليون دولار أمريكي، هذه الأموال التي أعلنت الحكومة أنها دخلت لخزينتها. فماذا عن ما تحت الطاولة؟ وماذا عن الأموال والصفقات التي تمت بالخفاء وبالفساد؟ يقول البعض من المحللين ومن المراقبين للشأن العراقي ومن الاقتصاديين أيضا، يرجحون أن الرقم يتجاوز 2 تريليون دولار أمريكي وليس تريليون واحد فقط. السيدة أم تبارك تفضلي من صلاح الدين. عليكم أخي أستاذ محمد. أهلا وسهلا، تفضلي. حييكم على القناة العظيمة وعامليها. حياك أستاذ محمد. هم 2003 من دخلوا الأمريكان للعراق لحد هسه. نعم. الأمريكان ما هجروا، ما بقوا أموال العراق، بس هاي الميليشيات بقت أموال العراق، هجرت الناس من ديارها من محافظاتها. أمريكا حارة شباقت يا أم تبارك. وين أستاذ محمد؟ الأمريكان مو مثل هاي الميليشيات. نعم نعم. الميليشيات خطفت وباقت. نعم. قتلت، هجرت. نعم. وحرقت الزراعة مثل العراق. يعني هسه البساتين يعني محافظة إديالة ومحافظة عزيز بلد وبلد ونينوى صلاح الدين، هاي نعم. كلها حرقتها، البساتين مالتها وأموالهم كلها باقوها. نعم. وخطفوا أولاد مغيبين هسه. نعم. ما ينطون أي معلومة، خايف يطلعون هالمغيبين يقولون يوم يصير لو طيبين، خلي نعم. الناس تشوف أولادها وين. نعم نعم. سيدة أم تبارك أنا أشكرك من صلاح الدين. أبو فيصل من السعودية تفضل. يا مبارك أستاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. تحية لك وتحية الغناء وتحية الكادرها وتحية الشعب العراقي وتحية الثورة. الله يسلمك. والله أستاذ محمد بالنسبة للفساد العراقي، بالنسبة للفجر بالعراق، هو سببه هو معروف أستاذ محمد، موضوع نعم. بالنسبة للفجر العراق ليس دولة فقيرة. لكن المشكلة العراق هو حكمه شلة فاسدة من أول الاحتلال الأمريكي الإيراني. نعم. أتوا بهذا من أول رئيس إلى مصطفى الكاظم، فهم كلهم سراق وحرامية. نعم. وميليشيات، الميليشيات عندك مثل ميليشيات العصائد، ما يسمى بميليشيات العصائد الإجرامية. هي سرقت حتى ممتلكات الدولة، يعني من البيدي، نعم. مصافي البيدي، هربت للنظام الإيراني، فهم لابد على الشعب العراقي ان يفعل المشانق لهذول الخونه، اذا لم يشوفوا المشانق لن ترجع اموال العراق. فهذول كلهم مرور بجعماء الميليشيات، مرور ما يسمى برسائل وزراء، وهم ليس كبروا من يكون بلد وليس كبروا رئيس وزراء. فهذول كلهم خونه. وان شاء الله الشعب العراقي سيقتص منهم. عندي ان شاء الله وتحيه لك. انا اشكرك يا سيد ابو فيصل. معنا السيد ابو حسن من بغداد، تفضل يا ابو حسن. اخوي محمد. حياك الله، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اخوي محمد، دي امريكا دولة خصوصية. نعم. يعني ام تبارك تقول ما بغت امريكا، ما بغت العراق. اللي يعرفون العراقيين قد باغي الذهب، الفلوس مال العراق كلها قد اخذوها. نعم. في تريلات حملوها، مو طلعت بالتلفزيون، وطلعت حتى على الفضائيات. نعم.
باقي كل شيء امريكا، امريكا دولة خصوصية. نعم. ودول اجندتهم الخدم مالتهم هم دول يسيرون امريكا. نعم. والا شلون؟ يعني جايين امريكا يحررونا، هم دمروا البلد. كلام سليم يا ابو حسن، امريكا امريكا دولة احتلال وعدو معروف وظاهر، لكن لما يجوك ذولا يقولون على نفسهم عراقيين ويحجون مثلنا ويقولون احنا ولد هذا البلد ويدمروه ويسرقوه ويهجرون ناسه ويعتقلون رجاله وشبابه ويقتلون، وخلونا الان مديونين ب 23 مليار دولار خارجيا واكثر من 40 مليار مليار دينار داخليا. يعني ذولا اللي يقولون على نفسهم ولد البلد، الامريكان عدو معروف، لكن ذولا شلون واحد يتعامل وياهم؟ اخي ذولا يعني ذولا يمشون باجندات امريكا، ذولا عملاء، ذولا مو عراقيين اخي. نعم. ذولا عراقيين همهم على البشر، همهم على على على, على, على السمك، على الزرع، على 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 الصناعه، على الزراعه. كنا قبل الحكومات السابقه، الحكومه السابقه كان دس طلاب يدرسون بالخارج. هذول دمروا العلم، دمروا الصحة، دمروا التجارة، دمروا الزرع، دمروا كل شيء بالعراق. يقول لك احنا عراقيين، شو عراقيين؟ اثبت لي انك عراقي وتخدم البلد. نعم. انت شو تدمر البلد؟ هذول مو عراقيين، هذول خنازير امريكا. نعم. هذول عبيد ايران. انا قلت لكم قبل هذول نساء ايران ونساء امريكا. نعم. هذول عمرهم ما يكونون رجال. العراقي الحقيقي لما يدافع عن العراقي اخوه. نعم. ويطيع حقه، بس هذول هم منحطين وسفله، عمرهم ما يكونون عراقيين ولا يكونون يوم من الايام. العراق اذا ما يصير يعني دمه ولحمه للعراق مو عراقي. نعم. هذا. نعم. وما يتالم له. انا اشكرك يا سيد ابو حسن من بغداد. محمد من بغداد تفضل، حياك الله. سيد محمد فقدنا الاتصال. السيد ام عبد الله من بغداد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتك لقناه الشريف من كل العراق الشريف. اهلا وسهلا. استاذ يعني حضرتك بتقول انه وزاره التخطيط. نعم. اعلنت تصريحها اللي انتشرت الان بانه خط الفقر يعني ما ادري نسيت النسبه ايش قال. 31.5 بحسب وزاره التخطيط. لسنه واحده مو؟ اللي هي وصل العراق الان، اللي هي وصل هاي النسبه بهذا العام 2020. زين استاذ، هو احنا شفنا من وزاره التخطيط الوزارات كلها على الاطلاق، كلها وزارات هم قاعدين في مناصب. نعم. ولا شفنا اي وزاره قامت بانجاز. نعم. وزاره التخطيط عليها هي تخطيط البلد، تخطيط المساكن للمواطنين، تخطيط الانهار، تخطيط الزراعه، حاجة العراقيين شنو محتاجين إلى طرق، إلى تدريب، إلى مدن ترفيهية. يعني ولا شارع ما انبلطه، ولا قالت وزارة التخطيط إنه إحنا بدنا نسوي فشيء يعني لصالح البلد. أستاذ ليش إحنا علمائنا كلهم بالخارج في النمسا، وفي دبي شاركوا في بناء برج ابراج دبي، يعني عندنا عالم عراقي الان داخل عني والله نسيت اسمه، عالم كان كلش كبير في الامور الطبيه والهندسيه والعلميه، الان في دار المسنين يطلب بنطرون. الله اكبر. هاي حكومتنا احنا اللي يعني لا تراعي مشاعر المواطنين، ولا تراعي العلماء، ولا تراعي الناس الطيبه، ولا تراعي الناس اللي تشتغل. انا اقول لك استاذ، وزاره الدفاع اشتغلت ليش؟ لانه ادت الى انه شراء اسلحه كبيره، وقامت بعمليه تدمير المدن العراقيه وقتل الشعب العراقي مع الميليشيات ومع الشرطه، واستفادوا الضباط ورجال الجيش من بيع الاسلحه. وبعدين داعش ترى جابوها، هي منظمه دوليه ادت الى انه حتى تشغل الشعب العراقي وتدمر الشعب العراقي والشعب السوري والشعب اليمني والشعب اللبناني والشعب الفلسطيني.
زين انا اتعجب على العراقي تقول الاخت انه الامريكي ما سوى، لعد هم من جوي وقضوا على النظام الحكم السابق، هم جايين شو راح يجيبونا؟ راح يجيبونا حكام جيدين؟ احنا اذا مو كشعب عراقي متحد، ترى لا تقولون بعد سني ولا شيعي، شعب عراقي متحد انه يحارب من اجل كرامته ومن اجل وطنه، ولا ترى عراق ماكو. وضحت الفكره، انا اشكرك يا ام عبد الله. سيد شاكر من بغداد، تفضل. الخير اخوي محمد. مساء النور، اهلا وسهلا. شلونك استاذ، اخبارك؟ الله يحفظك، الحمد لله بخير. عساك الخير، وان شاء الله قناه المعتزين يا ربي ان شاء الله تبقى دائمه، ان شاء الله حامي، وتبقى ان شاء الله يا ربي دائما صوت الوطن وصوت المظلوم وصوت المعتقل وصوت الفقير والضعيف. الله يسلمك، واجبنا هذا. الله يسلمك ويبارك فيك. السيد استاذ محمد، احنا اليوم من نحكي عن الحكومة وعش. اخي احنا ما عندنا حكومة استاذ محمد. نعم. احنا ما عندنا حكومة. احنا عندنا حكومة لصوص، احنا عندنا حكومة سراق. نعم. احنا عندنا حكومة ما تتجه على مواطن ولا تتجه. نعم. على مظلوم ولا تتجه على فقير ولا تتجه على حتى على معتقل. بالله عليك تعال استعانة على الامراض كورونا. نعم. استاذ محمد. نعم. الأمراض كورونا والوباء والفيروسات. نعم. يعني احنا على من نتجه؟ كل الشعوب عفو عام، كل الشعوب انت تعفو، وايران امريكا غيرها انت تعفو للمعتقلين. واحنا ندحق الحكومة؟ هاي مو حكومة اخ محمد، هاي حكومة لصوص. نعم. هاي حكومة سراق. نعم. هاي حكومة قتل، هاي حكومة يعني مجرمين. هل يعقل يا سيد شاكر ان العراق ما عنده 3 مليارات دولار شهريا يدفع بها رواتب؟ طبعا ما عنده، لان انا اقول لك ليش. ما عنده؟ اي اسمعك. لان هاي، لان هو يقول لك انا ما عندي. ما عنده انا. انا ايده من يقول انا ما عندي، انا ايده. نعم. ما عنده ليش؟ نعم. حاير بالبوك. ما حاير بالشعب، ما حاير بالموظف، ما حاير. نعم. يعني بالفقير والمظلوم، حاير بالبوق. يقول لك انا ابوق وباكر عقبه صار انقلاب الشعب، سوى انقلاب الشعب. انا عندي طياره، اركب الطياره واطلع في الدوله. نعم. ما عنده، ما يفكر بال 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 بالمواطن، بالفقير. نعم. نعم. سيد شاكر، انا محمد. اي تفضل. نعم. تفضل. انا عتبي، انا عتبي على كل، انا انا عتبي على كل متصل اني اسميهم ذول الحكومه. والله. نعم. انا اقول على كل المتصلين، اخوتي من الجنوب واخواتي واخواني من الغربيه ومن الوسط، انا ما تسمونهم ذول الحكومه، سموهم لصوص، مسلمين، سراق. هذول ابناء ايران. نعم. ابناء الفرس، ابناء. نعم. العجم. نعم. هذا انا ليش اقوله، واقول اللهم يا ربي يفرج عن كافه المعتقلين المظلومين. انا اشكرك يا سيد شاكر من بغداد، وبالطبع كلام صحيح، العراق تحت حكم اللصوص. اللي مصطلح الحكومة اللي يطلع ما معناها انه هاي حكومة العراق، هاي حكومة المنطقة الخضراء، هاي حكومة على منطقة صغيرة، على مكان هم يختبئون فيه، مكان خاتلين به، تحميهم القوات الأمنية وبجانب السفارة الأمريكية اللي حاميتهم بأفرادها وسلاحها. هؤلاء ليسوا حكومة للعراقيين وليسوا حكومة عراقية، هؤلاء حكومة المنطقة الخضراء ممكن يسموها، أو كما يفضل العراقيون الآن يوصفهم بعصابة المنطقة الخضراء أو بمجموعة من اللصوص، أو يعني الوصف اللي يعجبكم هو أنتم طبعا أحرار بتوصيفهم. محمد من كركوك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي على مود قصص كورونا. طيب. الو. وياك. شغلة كورونا، اليوم انا رحت بالمستشفى كركوك. نعم. في اعراض كورونا، تعرف شو يقول لي؟ اي. يقول لي ما عندنا اي دواء، روح اتعال بنفسك. بابا هذا الحكومة، هذا الصحة مسخام. نعم. انا هسه بيا كورونا، يقول لي روح اتعال بنفسك، ما عندنا اي دواء.
نعم. شو يعني ما عاد ما يجوا؟ شو هذا؟ يا صحة يا حكومة. وين الفلوس لعد اللي قالوا صرفناها على قطاع الصحة أكثر من 40 مليار دولار؟ وينها؟ يا با والله العظيم اشهد الله ماكو اليوم أنا أصاب ثلاث أيام مريض، اليوم رحت عليهم يقول لي كتب لي علاج، اليوم رحت أخذ من برا يقول ما عاد نحن. تعالج نفسك. يا رب أنا وشون عاد نفسي؟ أنا عندي عائلة شون غير مكان تحذروني أنتوا؟ يقول لا ما عاد نحذر إحنا، أنت عالج نفسك بالبيت. نعم. لا أنصح أهم وزير مدير الصحة وين؟ مليارات ومليارات، وين المليارات؟ كل الإيران، والله الإيران كله. إيران دمر العراق. نعم. الله يشافيك ان شاء الله يا محمد. الله يشافيك وتقوم بالسلامه حبيبي. انا عسكري، انا عندي تسكن، الناس ما اكو ناس، ما عنده اكو ناس ما عنده ولا دينار. لازم 140 الف اليوم اخذته والما عنده وين يروح؟ يلا وين يروح؟ صحيح وين يروح يا عم؟ ما عنده وين يمطي. الله يكون بعون كل محتاج. انا اشكرك شكرا جزيلا، وكرر مره ثانيه نتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله حضرتك وكل كل عراقي مريض بأي مرض، يعني كورونا إن كان أو أي مرض آخر. نتمنى للجميع السلامة إن شاء الله والشفاء، وطبعا حقك. وأيضا يعني إحنا من ما نستغرب من لما يجي رد من اللي بالمستشفيات يقول لك روح لبيتك عالج نفسك، أنا منين أجيب لك دواء؟ يعني تحدثنا سابقا مع طبيب اختصاص عراقي وقال يعني أحيانا لا يلوم الكوادر الطبية في المستشفيات لأنه الدولة لم توفر شيء للقطاع الصحي حتى يجي الطبيب ينطي دواء يساعد على الأقل المريض، أو عنده جهاز يقدر يفيد به مريض إن كان بكورونا أو بغير كورونا. بالنهاية يقول لك أنا شريد أسوي لك، أنا مجرد إنسان مثلي مثلك ومعرض للإصابة. في ظل عدم وجود نظام صحي وفي ظل عدم وجود تمويل من الدولة ودعم للقطاع الصحي، بالطبع أنا أقول لك روح لبيتك وقعد، يعني أشرف لك وأستر لك حتى، لأنه المستشفيات كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أصبحت بؤر لنشر فيروس كورونا في العراق. طيب مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. تم اقرار موعد للانتخابات المبكره، لكننا لا نبحث عن اي انتخابات، نريد انتخابات بقانون انتخابي جيد يلبي طموح الجماهير، نريد انتخابات بعيده عن السلاح والمال السياسي، نريد انتخابات بدوائر لا نعلم كيف يكون شكلها، نحن بحاجه الى تعداد سكاني، نحن لا نعلم على مستوى القضاء او الناحيه، الكثير من الامور نحتاج الى بيئه انتخابيه ومنها انتخابات الخارج وانتخابات القوى الامنيه التي يوجد فيها الكثير من التزوير والتحزب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اليوم الموضوع نذكر به الموضوع عن الأزمة الاقتصادية في العراق وارتفاع مستوى الفقر في البلد. وزارة التخطيط تقول بأن نسبة الفقر ارتفعت عام من 2019 ارتفعت إلى 2020 صارت 31%، يعني معدل 11 مليون و400 ألف عراقي هم تحت خط الفقر، بينما اللجنة المالية النيابية تقول بأنه نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 50%. وإذا كانت الأرقام الحكومية بالتعداد السكاني أو التخمين لعدد العراقيين صحيح على كلامهم، إحنا 40 مليون يعني 20 مليون نسمة تحت خط الفقر بالعراق. الكارثة كبيرة جدا، الكارثة كبيرة، وحقيقة التحذيرات الدولية من العراق يتجه إلى المجهول، إلى الهاوية الحقيقية بسبب اللصوص الذين يحكمون العراق كما قال السيد شاكر من بغداد. طيب معنا السيد أبو محمد من كربلاء، تفضل يا أبو محمد. فقدنا الاتصال. أبو عمر من ديالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي؟ الله يحفظك. الحمد لله. أنا عندي كلامين أحكيين. قبل شوي اتصل أخ يقول اللي عنده امراض وانت تحكي عن الامراض، انا عندي مرض عندي عجز في القلب واخذ علاج. نعم. 100 كل اسبوع 140 الف صدقني بالله. نعم. هاي وحده. واثنين هو ما هو ايران
ايران دمرت العراق. نعم. هذا الكلام هذا احكي لك اياه واوصلك وانتصر عندك. نعم. ايران دمرت العراق. نعم. لا فطل لفوت واخذت الدولارات واخذت حلالنا واخذت مالنا مال الشعب العراقي كله. نعم. وأنا أشكرك حبيبي. أنا أشكرك يا سيد أبو عمر من ديالة. طبعا إيران جارة السوء التي سمح لها طبعا أن تعمل ما تعمل الآن في العراق وتفعل ما تريد. لو كان هناك فعلا هؤلاء اللي موجودين بالحكم اللي يسمون نفسهم عراقيين ويقولون إحنا ما نسمح باختراق السيادة العراقية، لو فعلا أوقفوا إيران عند حدها لما وصل حال العراق إلى هذا المستوى. إيران بوابة لإدخال المخدرات، بوابة لإدخال الميليشيات، بوابة لإدخال السلاح والأفراد، ومسيطرة بالفعل على النظام السياسي في العراق، وتتحكم بكثير من الميليشيات الموجودة بالعراق، وكل الموجودين أو أغلب الموجودين ولاء إيراني من موجودين بالعملية السياسية. يعني يحملون شعار أنه لو صارت حرب بين العراق وإيران نقف مع إيران، وهم يحكمون بالعراق. إذن هكذا تدار العقلية، هكذا تسرق الأموال. كيف صمدت إيران بحصارها الاقتصادي في عام 2008-2009 لولا أموال العراق؟ كيف كانت لإيران أن تصمد، وكيف كانت لإيران أن تصمد الآن بالحصار الاقتصادي أيضا المفروض عليها لولا أموال العراق، لولا أنابيب النفط التي تذهب، لولا أسعار النفط التي تباع لإيران بأبخس الأثمان، ثم تعود إيران لتكرر النفط وتبيعه لنا للعراقيين بالثمن العالمي طبعا، بالسعر المتداول دوليا إن لم يكن أغلى طبعا. فهكذا تدار الأمور بالعراق، وهكذا تتحكم إيران. وطبعا يعود الفضل بهذا كله إلى الولايات المتحدة التي سمحت لإيران وجلبت هؤلاء معها لتدمير العراق. من معنا الآن؟ السيدة أم خالد من الأنبار، تفضلي يا أم خالد. مرحبا يا أستاذ محمد. حياك الله، أهلا وسهلا. يا أستاذ محمد. الله يسلمك، الحمد لله. بعد عمري يا أبا، يحفظكم الله يا أبا. الله يبارك بيك ويسلمك. أستاذ محمد على أدرك تبني أوليدك وتطلع. نعم. أبي محبوس في المطار، محكوم 7 سنين. نعم. هي ما عدنا. هجوم ماحدهم يا وليدي. نعم. يعطوهم بطل المية، بطل الصحية، بطل يشربون فيه فور. نعم. ملحمة ناس فوق ناس، جرب مليانين مش هيشيلهم دواء، مليانين. نعم. جرب يا وليدي. نعم. يا أبا محمد. نعم. ملحمة صار الناس تنصح ناس بالسكاكين يا بعد عمري يا أبا يا محمد يا هجوم ما يفيتونه. نعم. مية ما يعطوهم. الله يكون بعونكم يا رب ويكون بعونه. حجية أم خالد أنا أشكرك من الأنبار، والله يفك أسر كل مظلوم وبريء معتقل بلا ذنب داخل سجون الحكومة وميليشياتها. العدد كما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش بين المفقودين المغيبين المعتقلين يقدر ما بين 250 ألف نسمة إلى 1,000,000 شخص في العراق. العراق من ضمن الدول الثلاثة الأولى في العالم بعدد المعتقلين، السجون تكتظ، والزنزانة الواحدة يعني يحشر بها عشرات إن لم يكن مئات في بعض الأحيان في غرف صغيرة جدا، ويعني حتى طريقة نومهم والطعام والشراب والدواء بظروف غير إنسانية بالمرة حقيقة يعيش العراقيون المعتقلون. أبو زهراء من السماوة تفضل. أبو زهراء، السيد أبو زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام أبو زهراء، إذا التلفزيون يمك نص صوته لو سمحت. أبو زهراء. أيوه. نص صوت التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ محمد. الله يسلمك، تفضل حياك الله. أستاذ محمد بن نعم. أمريكا على العراق.
نعم. أنطوا 4000 جندي. 4000 جندي. نعم. تقدم اتصال مع أبو زهراء. طيب في رسائل واردة لكي نواكب مع المشاركين معنا على الواتساب. السلام عليكم، رسالة تقول: من خلال منبركم الشريف أريد أن أناشد مصطفى الكاظمي بالالتفات إلى السجناء من النساء والإفراج عنهم، ويفرحون الأهل والأطفال، وأشكركم. أم نور من بغداد، شكرا لك. في رسالة من حميد من بغداد يقول: ذكرتني بقول الإمام علي كرم الله وجهه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. اليوم نقول: لو كان الفساد رجلا لقتلناه جميعا. في العراق ولبنان والدول العربية من أكبر مسؤول لأصغر موظف، الجميع يحدثنا أن الفساد سبب هذه الكوارث. هل الفاسدين يأتون إلينا بمراكب فضائية ثم يعودون لكواكبهم بعد سرقتنا؟ يطرح سؤال. في رسالة لدينا من أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. أستاذ محمد، العراق من أقدم دول العالم بالحضارة والقوانين وإدارة الدولة، والتاريخ يشهد، واليوم العراق أصبح دولة مشلولة تماما على يد هؤلاء الكذا الفاسدين سراق المال العام، خدم الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين. وهذا الخرف علي خامنئي الفاسد لم يحترم حقوق الجيران، وتتحمل مسؤولية دولة العراق إدارة الشر أمريكا والشعب العراقي والنشطاء والمثقفين والإعلاميين والشعب العراقي وأعوان العراق رجال وشيوخ العشائر بدون استثناء، والسلام عليكم. في رسالة لدينا: السلام عليكم، أرجو من حضراتكم أنه ما تبطلون الطالبون بالمغيبين، وأريد أسأل إذا أكو حاسبة إذا أكو حاسبة بسجن الناصرية، لأن إحنا صار 3 سنوات ما نعرف شيء عن ابننا، وجانا خبر موجود بالناصرية، إذا تقدرون تفيدونا جزاكم الله خير، إحنا بس نريد نتأكد إنه موجود لو لا. شكرا للتواصل. في رسالة لدينا: مساء الخير قناة الرافدين أستاذ محمد، إذا أمريكا جابت هذول الحرامية وباقوا العراق حسبي الله ونعم الوكيل كل من خرب العراق، وشكرا. فاتن من ألمانيا. في رسالة لدينا: السلام عليكم أخي الكريم، معكم إشراق من صلاح الدين. العراق يراد لمعجزة حتى يقف بعافيته من جديد، رجعونا قرون إلى الوراء، الله ينتقم من كل ظالم، والتوفيق لقناتكم. شكرا يا إشراق، لكن يعني خلوا الأمل موجود، لا تفقدوا الأمل بهذه السهولة. مشاهدينا الكرام، انظروا إلى تاريخ الشعوب العربية وتاريخ الشعوب التي احتلت ودمرت وانتشر فيها الفاسدون، استمرت 10 سنين 20 سنة، وبعض الاحتلالات استمرت 100 سنين لكن تنتهي بالنهاية، لا شيء يدوم. السيدة أم محمد تقول: السلام عليكم أخي محمد، أناشدكم وأناشد أهل الغيرة والرحم ننطون عفو عام. أخي محمد، نريد نشوف أولادنا، صار سنة ما شايفيهم بسجن الناصرية، ليش سجون بغداد أكو مواجهات وليش سجن الناصرية ماكو مواجهات؟ حتى بهاي مو عادلين. في رسالة لدينا: أنا من البصرة، السلام عليكم أخويا، صدق مغذي علقت بالبيت لأن لا مستشفى ولا أي شيء، على مود كورونا أخذته، على مود كورونا أخذته. أبو حسن وياك، ادعينا وياك، الله يشافي الجميع يا أبو حسن. وطبعا يرى البعض من الأطباء أنه العزل في المنزل هو أفضل حل للعراقيين بدل الذهاب إلى المستشفيات خالية من أي مقومات العلاج وبلا دواء يساعد، وبالتالي اعزل نفسك ببيتك. يرى البعض من الأطباء أنه اعزل نفسك ببيتك وحاول أنت تلقى يعني تعالج نفسك قدر المستطاع، لأنه شو يريد يسوي لك أبو المستشفى إذا ما عنده علاج؟ وهاي الكارثة الحقيقية بالقطاع الصحي العراقي، أن حكومات ما بعد الاحتلال أوصلت العراقيين إلى مستشفيات قشور خاوية من الداخل بلا معدات
بلا تجهيزات طبية، مجرد صفقات فساد في القطاع الصحي دمرت هذا القطاع، والآن يأتي وقت الجد بفيروس كورونا ونرى الكوارث الحقيقية. في رسالة نطالب بالعفو العام عن الأبرياء السنة والشيعة. رسالة لدينا طيب الوقت لم يتبقى الكثير، نقرأ فقط الرسائل الواردة. هناك من يحاول اتصال طبعا مشاهدينا الكرام، ونكرر هذه الخدمة غير متاحة. يقول ليش ماكو جواب اخوان، نكرر خدمة الواتساب خدمة للرسائل المكتوبة فقط وليست للاتصال. في رسالة واردة، وهناك من حاول الاتصال كثيرا، أرسل لنا صورة يبدو أنه رصد هذه الصورة على إحدى الشاشات، يبدو لأحد أفراد العائلة، وحقيقة ما أعرف هو منه. طيب أحد المعتقلين. في رسالة بس أريد أعرف ليش هالقد محترق دم العراقيين على بيروت، شو كوما صار عندنا انفجارات والمتظاهرين ينكتلون بالقاع وما حد حكى وصار انفجار، ليست هكذا تدار تقاس الأمور. أنا ما أعرف منو اللي صاحب هذه الرسالة، لكن نقف مع إخواننا العرب في كل مكان بمآسيهم وبمشاكلهم، وهذا الموضوع ليس حقيقة، ليس كلام إعلام، هذا فعلا هو شعور كل إنسان عربي تجاه أخوه في الوطن العربي بشكل عام. وجع العرب هو وجعنا، الحكومات يعني لا تمثل الشعوب بالغالب. إذا كانت هناك مأساة في العراق صدقوا أن هناك تفاعل عربي معها، تأثر عربي معها، وخير دليل على ذلك المشاركون العرب الذين يشاركون معنا في برامجنا التفاعلية ويتابعون القضية العراقية ويناصرون القضية العراقية بكافة الوطن العربي. هذا كلام يجب أن لا يقال، بالعكس يجب أن نؤازر إخواننا في لبنان. أول خطوة صارت تبرع من العراقيين بالدم لإخوانهم بلبنان، العراقيين المغتربين في لبنان تبرعوا بمجرد أن حصلت هذه الكارثة، ونتمنى السلامة لجميع الشعب اللبناني ولجميع الوطن العربي إن شاء الله. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر بتردد قناة الرافدين الجديد وهو 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.